نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم مربوح. معاكم مامي غبحكات، ماما سنفورة من كاليفورنيا. وش راكم لباس؟ درك وانا نحك هكا في عيني اتفكرت باللي ديما كنا نبوسوا يدنا. وعليه؟ وعليش كنا، وعليش كي نحك اصبعنا، كي نحك الصبع نتاعنا يحك يعني عينا، الناس زمان يبوسوا يدهم. جامي خممتوا فيها؟ انا درك وين جيت نخمم فيها كي جيت نحك كيما هكا. كيسك سافو دير؟ واش معناها؟ اسكو كاين سر من وراها؟ خلينا نشوفوا باغ اكزومبل اليد هذه واش تعمل. غو عاد تسمى سمفوراتي هذه مادام قالت غو. تسمى كنتي معايا في الزوم ولا غو؟ باسكو جيت نحط لكم ما تطلع ميوزيك مازال النور، مازال النور. جيتي شباب؟ ماني عاملة لا مكياج لا حاجة، خرجت لكم ما زناقي زناقي ديريكت. لا مكياج لا حتى شيء. جو مي كومونسي روب يعني الحمد لله لومينوز دو سي جونيس اي ان جو مي سون اكستراوردينير. In a quarter mile, use the right two lanes to take exit 103A for California 55 North toward Anaheim, Riverside. Anaheim 55 North. حبيت نسقسيكم علاش نحكوا صبعنا؟ كي نحكوا علاش كي صبعنا تحك عيننا نبوسوا صبعنا؟ Use the right two lanes to take exit 103A, then keep left. اسكو خممتوا فيها هذه ولا لا؟ وعلاه؟ خلينا نجربوا تراش نخمموا مع بعضنا. الليل خمس صوابع نهز صبعين نحك عيني نبوس عيني وش يسرى خي كلش سيون انرجي. اوكي تبوسي عينك تهزي تحن وتبوسي. In 2 miles, use the right two lanes to take exit 13 for California 22 West Garden Grove Freeway toward Long Beach. تسمى حطيتي البركة فيها. اوكي؟ وعلاش؟ باسكو البوس يعمل العاطفة، البوس يحط لينيرجي نتاع المودة. البوس نعمة ربي. اوكي. علاش في العلاقات الزوجية ما يبوسوش بعضها؟ بوركوا؟ يعني هاي مني كانت صغيرة سافو ديغ سي ان تخيك يعلموهن من احنا صغار انه احنا نبوسوا صبع نبوسوا صبعنا، نبوسوا صبعنا نحطوا الموده نحطوا الرحمه نشكروا رب العالمين على النعمه اللي اعطاها لنا هي نعمه النظر. Pourquoi on fait pas la même chose pour العلاقات الزوجيه؟ وعلى ما كانش مودة وعلى ما كانش رحمة وعلى ما كانش حب باسكو ما كانش أحضان. In half a mile, use the right two lanes to take exit 13 for California 22 West Garden Grove Freeway toward Long Beach. عيب تبوسي راجلك، عيب تحطني راجلك. كاين حاجة الراجل ما يعلمش بها، كان جاي يعلم بها كان يحد لمرته كل دقيقة وكل ثانية. الرجال اللي تحد المر راح نعطيكم من بعد اون فاسون نتاع تحطني بها
انت وراجلك in 2 okay. miles take exit 15 toward main street اللي راح تغير حياتكم. اولا لما انا ديما محتاجه للحمايه كون لو فايو با اوكي والرجل عنده هذيك الانرجي ماسكولين باش يحميها الوغ كي تجي تحضني راجلك كان دي فاسون تاع تحضر اولا اونتر امي كي تتحضنوا لازم اليدين تكون حاجه اسمها كروسينغ واش معناه كروسينغ يعني يد الفوق ويد التحت واللي في مقابلك يحط يد الفوق ويحط يد التحت اوكي وتحضنوا بعضاكم كي تحضنوا بعضاكم هادو ما لزامي ستوب ها هادو ما لزامي اسمعوا مليح كي تحضنوا بعضاكم ما تحضنوش بعضاكم هاك تحضنوا بعضاكم على طريقة القلب وإن كان القلب القلب في القلب تحضنوا بعضاكم هادي تحضينة الأولى التحضينة الثانية كيفاش تحضني ولادك سي با لا ميم فاسون اللي تحضني بها راجلك half a mile take exit 15 toward main street سافي دي راجلك يعني ولادك كيفاش تحضنيهم ولا امك كيفاه لازم تحضنك سي ديفيرون انت كيفاش تحضني ولادك لازم انت تحطي يديك الفوق وهما يديهم من تحت سا فو دير تو لي بروتيج تيك اكزيت 15 وهما في هذاك الشيء تحت طوعك اسمعوا مليح كي تعودي مع راجل in 1000 feet use the left two lanes to turn left onto West Lovetta Avenue هو يديه الفوق وانت يديه يديك لتحت use the left two lanes to turn left onto West Lovetta Avenue c'est pas parce que تكوني تحت طوعه non parce que المودة و parce que الحماية بصح ساعات رايحة تكوني انت اللي وهو قاعد ولا قاعد يبكي ولا قاعد مقلق رايحة تجي ورايحة تجي من الفوق وش صراه